مساء الخير مشاهدينا على جديد، وصلنا لشوط إضافي. صار معنا وسيم، مساء الخير. مساء الخير وسيم، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير ايهم ويارا، اول مره يعني بكون انا وياهم بايام عيد الاضحى. لانه يعني لازم تعيدوا على بعض على الهواء مباشره. غير بس ما حلوه ما نعيد بعض قدام المشاهدين كمان يعني عشان الانسجام بين اعضاء الفريق عشان اجواء العيد. بالضبط بالفعل. خلينا نروح لاخر الاخبار الرياضيه معكم ومع المشاهدين. مساء الخير مشاهدينا، اكدت صحيفه اس الاسبانيه ان فرصه نادي ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبامبي لم تنتهي بعد، وان الاسبوع القادم سيحدد امورا كثيره، منها احتماليه فرض عقوبات ستجبر باريس سان جيرمان على بيع النجم الشاب، وذلك بسبب خرقه قوانين اللاعب النظيف في حال ابقائه على مبامبي ضمن صفوف الفريق، وفي حال تم شراء عقد اللاعب بالكامل كما هو متفق عليه بعد انتهاء فترة الإعارة الاثنين المقبل، فسيخرق سان جيرمان بندين من قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة المتعلقة بحسابات الإنفاق للأندية وسقف رواتب اللاعبين. ريال مدريد ينتظر القرار الأسبوع المقبل، فقد تعني العقوبات انتقال مبامبي لصفوف الملكي قبل إغلاق سوق الانتقالات يوم 31 من آب الجاري. طبعا انتقال مهم ان تم الى ريال مدريد عبر يعني ما ذكر في العديد من وسائل الاعلام. لنقرا بعض التفاعلات على تويتر. الصحفي الرياضي حيدر عبد الحق غرد: يوم 30 من اغسطس سيعلن الاتحاد الاوروبي لكره القدم قراره حول ملف باريس سان جيرمان في اللاعب المالي النظيف، واذا كان القرار سلبيا فلن يتمكن من اكمال عمليه انضمام كيليان مبامبي اليه، مما سيعيده الى ناديه الاصلي موناكو، ويحاول ريال مدريد التعاقد معه خلال يومين قبل إغلاق الانتقالات. أما صفحة ريال مدريد بالعربي على تويتر كتب فيها، لنقرأ سوية إن أمكن أن توضع الصورة على الشاشة: بيبي استرادا أشيرينغريتو فلورنتينو بيريز في 27 من أغسطس يملك مفاجأة، وهي التعاقد مع مبامبي من البي اس جي. يذكر أن هذا الصحفي هو الذي قال في 12 من يوليو أن ريال مدريد سيتعاقد مع تيبو كورتوا ب 35 مليون يورو. أما سليم فكتب أيضا على تويتر لنتابع: باريس حتى الآن لا يملك عقد مبامبي، وفي يوم 27/8/2018 تنتهي إعارة اللاعب من موناكو إلى باريس. 24/8/2018 الاتحاد الأوروبي راح يصدر الحكم بخصوص اللاعب المالي النظيف الخاص بالنادي الباريسي. في حال تعرض باريس للعقوبة فإن النادي لن يستطيع شراء مبامبي من موناكو، ويرجع اللاعب إلى موناكو فريقه السابق. تغريدة أخيرة من عبد الله حول أمنيته بخصوص انتقال هذا اللاعب من عدمه، لنتابع أيضا: عندي إحساس أن بيريز عنده قنبلة في آخر يوم في الميركاتو، على حسب الإشاعات التي تقول كيليان مبامبي أو ممكن يكون هازارد. هذا تمني مع توقع. وبموضوع آخر، تنوي إدارة نادي برشلونة تجديد عقد المدير الفني الحالي للفريق إرنستو فالفيردي من أجل الحفاظ على استقرار الفريق ومشروع النادي. صحيفة موندو ديبارتيفو الإسبانية ذكرت أن مسؤولي البرشا سيبدأون الحديث مع وكيل فالفيردي في أيلول المقبل أو بداية تشرين الأول. ويتبقى في عقد فالفيردي الحالي مع العملاق الكتالوني عام واحد، بالإضافة لوجود بند لإمكانية التجديد لعام آخر. في أخبار النادي الكتالوني أيضا، أعلن بطل إسبانيا أن حارسه البديل ياسبر سيلسن سيغيب لفترة غير محددة، وذلك نتيجة لتعرضه لإصابة في ضلعه خلال حصة تدريبية للفريق. وأوضح النادي في بيان أن الحارس الهولندي تعرض لالتواء في العضلة الوربية من الجهة اليسرى، وأن عودته للمباريات المقبلة ترتبط بتعافيه من هذه الإصابة. وانضم سيلسن إلى برشلونة عام 2016 قادما من أياكس أمستردام الهولندي، وهو الثاني في ترتيب حراس المرمى في النادي الكتالوني خلف الألماني مارك أندري تير شتيغن.
أبدت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إسبانيا غضبها واندهاشها من قرار رابطة الدوري الإسباني للعبة بإقامة عدد من مباريات الدوري خارج البلاد وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت الرابطة في بيان عدم تفهمها لهذا القرار الأحادي الجانب، مضيفة أن اللاعبين يشعرون بالدهشة والغضب لعدم اتخاذ رأيهم في اتفاق يمثلهم بشكل مباشر، الأمر الذي يبعد الرابط ما بين المشجعين واللاعبين وهو ما يخلق ضررا كبيرا للعبة. الرابطة كانت قد أخذت قرارا الأسبوع الماضي بإقامة عدد من المباريات للدرجة الأولى الإسبانية خارج البلاد وتحديدا في أمريكا، بناء على اتفاق مع مجموعة ريفلنت متعددة الجنسيات للرياضة والترفيه والإعلام. هذا وأبدى نجم برشلونة ليونيل ميسي اعتراضه على إقامة بعض المباريات في الدوري الإسباني في أمريكا وفقا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية. وذكرت الصحيفة أن ميسي ذهب أبعد من حدود الاعتراض على هذه الخطوة من خلال حث فرق أخرى في الليغا على معارضتها وعدم دعمها والإبقاء على المباريات في البلاد. ومن المقرر أن يتوجه ميسي رفقة قادة الفرق الإسبانية في الدوري إلى مقر الاتحاد الإسباني للاعتراض بشكل رسمي على هذا القرار. قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن قرار الرحيل عن ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي بعد 9 أعوام مليئة بالألقاب كان سهلا. وأبلغ رونالدو شبكة DNZ الرياضية أن ما حققه في مدريد كان مذهلا وفاز بكل شيء وعائلته تعيش هناك، لكنه أصبح جزءا من الماضي. وانضم اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إلى يوفنتوس في الشهر الماضي بعقد يمتد ل4 مواسم لينهي فترة في إسبانيا شهدت إحراز لقبين في الدوري وأربعة في دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج. قالت صحيفة بيلد الألمانية أن بايرن ميونخ يريد ضم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي. وأوضحت الصحيفة أن بايرن بدأ في وضع خطته لتحضير الفريق للمنافسات في السنوات المقبلة، خاصة مع اقتراب رحيل الثنائي الهولندي آريان روبن والفرنسي فرانك ريبيري مع نهاية الموسم الجاري، مشيرة إلى أن اليوفي لن يتنازل عن مبلغ 100 مليون يورو لترك اللاعب ورحيله، وقد يزيد تبعا لرغبة الأندية في التعاقد معه ومدى تألقه في الموسم الجديد. تعود عجلة الدوري الألماني للدوران بدءا من يوم الغد الجمعة، وستتجه الأنظار إلى المباراة الافتتاحية للمرحلة الأولى مع استضافة بايرن ميونخ لهوفنهايم على ملعبه أليانز أرينا. ويخوض العملاق البافاري منافسات هذا الموسم بقيادة نيكو كوفاتش المدرب السابق لإنتراخت فرانكفورت الذي بدأ رحلته مع بايرن بفوز عريض على فرانكفورت ب5 أهداف دون رد في مباراة كأس السوبر الألمانية هذا الشهر. أما عن المنافسين فيبدو فريقا لايبزيغ وبروسيا دورتموند أبرز المرشحين لمحاولة كسر القبضة الحديدية للنادي البافاري حول درع البوندسليغا. هذا وقال المدير الفني لبايرن نيكو كوفاتش إنه لا يستطيع الحديث عما حدث الموسم الماضي لأنه لم يتواجد في ميونخ، ولكن جميع اللاعبين يحتاجون للتقدير والمودة والدعم. أما بخصوص روبرت ليفاندوفسكي فأوضح كوفاتش في مؤتمر صحفي قبل المباراة أنه يتمتع الآن بحيوية ونشاط ومستعد لبذل قصارى جهده من أجل النادي، وهو لم يكن الشخص الساعي لخلق المشاكل وبإمكانه أن يكشف عن مشاعره بهدوء. وأوضح كوفاتش أنه عليه المداورة بين لاعبي الفريق بشكل كامل، فالجميع نجوم في بايرن. أصدرت محكمة أمريكية حكما بحبس جوزي ماريان أحد الرؤساء السابقين للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ل4 سنوات بعد أن أدين في اتهامات تتعلق بفضيحة فساد بالاتحاد الدولي للعبة. وأدين مارين البالغ من العمر 86 عاما في كانون الأول الماضي من قبل هيئة محلفين أمريكية في 6 اتهامات منها الابتزاز والاحتيال وغسل الأموال وتلقي ريشا بأكثر من 200 مليون دولار فيما يخص تسويق ونيل حقوق بث مباريات لكرة القدم. وتضمن الحكم الصادر في نيويورك أيضا تغريمه بمبلغ 1,200,000 دولار وإلزامه برد 3,300,000 دولار.
نهاية شوط إضافي. شكرا لحسن المتابعة من جديد إلى أيهم وإرى. شكرا لك وسيم. رح نروح لفاصل وبعدها بنشوف بقرتنا الختامية.